اهلا وسهلا فيكم اليوم على صفحة حيدر الكترونيكس. اليوم بدنا نستعرض الايفون 11 برو ماكس ونشوف الفرق بينه وبين البرو العادي وبين ال 11 العادي. طبعا خلينا اول شيء نحكي عنه بالارقام. بيجي عنا هون LTE 4G، الاعلان عنه بتم بسبتمبر واكيد حيبلش يكون موجود بالاسواق من سبتمبر. من قدام من ورا جلاس ستانلس ستيل فريم، بيجي سينجل سيم او دول سيم، مضاد للماء والغبار، يعني هذا عنا بمعيار IP68، مترين لمدة 30 دقيقة. بالنسبة للشاشة بتجي OLED، سايز الشاشة 6.5 انش، اخذ 85% من الشاشة بالنسبة للبادي، ريزوليوشن 1242 ضرب 2688 456 بيكسل بير انش، اكيد دولبي فيجن HDR10 بالنسبة للالوان. بالنسبة للتاتش، هذا التاتش بيجي ممتاز 120 هرتز، يعني نحن عم نقلب بالتليفون حنحس بسرعة أكثر من رائعة. الملفت بالموضوع برجع بذكر، هيدا التليفون بيحتوي على أبل A13، يعني نحن فينا نعتبر أنه هيدا أقوى تشيبسيت بالعالم A13 بتقنية 7 نانومتر بلس، يلي نحن هلأ منشوفها على أول تليفون، وهذا التطور كتير ممتاز بالنسبة لآيفون. قبل كانوا يطلعوا موديلات ما نحسهم كتير عم يفرقوا عن بعض، بس هون بلشنا نشوف فرق. اكيد ميموري ما بينحط له ميموري، الانترنال ستورج 128 جيجا بايت ب 6 جيجا رام، 256 جيجا بايت ب 6 جيجا رام، 512 جيجا بايت ب 6 جيجا رام. طبعا بالنسبه للكاميرا بيجي عندنا 3 كاميرات، 12 ميجا بيكسل 1.8 فتحة عدسة 1.8 وايد، الثاني 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.4 تيليفوتو، الثالث 12 ميجا بيكسل تجي الترا وايد. بالنسبة لتصوير الفيديو بالكاميرا الأساسية بيجي 4K 24 30 60 فريم بير سكند. طبعا بيجي عنا فول اتش دي كمان، تصوير فول اتش دي 30 60 120 240 فريم بير سكند. طبعا عنا اتش دي ار وستيريو ساوند وغيره. بالنسبة للسيلفي كاميرا، السيلفي بتجي 12 ميجا بيكسل HDR، تصوير فول HD بدقة 60 فريم بير سكند. اكيد موجود لاود سبيكر، ستيريو سبيكرز موجودين بهذا التليفون، اكيد فتحة عدسة مش موجودة، بلوتوث 5.0، جي بي اس موجود، NFC موجود، راديو مش موجود، USB تايب سي. بالنسبة للبطارية بتجي 3500 ملي امب، فاست باتري تشارج كمان، ريفرس وايرلس تشارج، QI wireless charge كمان موجود، بيجي بثلاث ألوان أساسية، الجراي والسيلفر والجولد. شو الفرق بينه وبين البرو وبين الـ 11 العادي؟ طبعا بالنسبة له خلينا نشوف قصص أساسية. بيجي عنا هون 6.5 الشاشة، أوكي؟ بالبرو 5.8، بالعادي 6.1. بنرجع بالنسبة للكاميرا، الكاميرا بالكل نفس الشيء، هون ثلاث تليفونات بيجوا نفس الشيء بالكاميرا. بالنسبة أكيد، بس أكيد هون عنا الآيفون 11 بيجي بكاميرتين مش ثلاثة، الباقيين بيجي ثلاثة. بالنسبة للرامات بيجي 6 جيجا رام الايفون برو ماكس، البرو عادي كمان 6، العادي بيجي 4، الايفون 11 بيجي 4 مش 6، هو 2 بيجي 6، اوكي؟ بالنسبة للبطارية 3500 ملي امب بالبرو ماكس، بالبرو 3190 وبالعادي 3110، طبعا اكثر شيء بالماكس. طبعا الماكس عندنا هون الشاشة اكبر ورامات اعلى والبطارية أكبر. وهلا بالانتقال للتفاصيل خلينا نشوف شوية فروقات كمان هون بيفرقوا. بدنا نشوف هون إنه عنا ستانلس ستيل فريم بالبرو ماكس والبرو العادي، بس بالعادي الإلفن العادي بيجي عنا هون ألمنيوم فريم، أوكي؟ مش ستانلس ستيل، بالبرو وبالبرو ماكس بيجي ستانلس ستيل. يعني هلا العادي الآيفون 11 في شريحتين، ال 11 برو ماكس في شريحتين، البرو العادي ما في الا شريحه واحده. وبالنسبه للريزوليوشن بالبرو ماكس بتجي 1242 ضرب 2688، بالبرو العادي بيجي عنا 1125 ضرب 2436، بال 11 العادي بيجي 828 ضرب 1792. طبعا بيجي عنا هون بالعادي 324 بيكسل بير انش، بالبرو بيجي 463 بيكسل بير انش، وبالماكس بيجي 456 بيكسل بير انش. اكتر وحدة فيهم اللي هي البرو مش الماكس، الماكس بيجي بيكسل بير انش اقل. وبالانتقال للانترنال ستوريج بالنسبة للبرو ماكس بيجي 128، البرو العادي بيجي 128، وعنا هون 64 للايفون 11، اوكي؟ طبعا هون عنا 3 كاميرات، بثلاث كاميرات بكاميرتين، هذا شيء طبيعي. بالنسبة للفيديو كمان هون عنا 24-30-60، كمان هون 24-30-60، كمان هون مثل ما شايفين الفيديو 24-30-60 كمان نفس الشيء، بس مثل ما قلت لكم هون عنا دول كاميرا هون
2 وهونيك الباقيين 3 مش 2. اوكي هلا بالنسبه للبطاريه، البطاريه مثل ما قلنا 3110 وهون عندنا 3190 وهون عندنا 3500. هيدا كان شرحنا للايفون 11 برو ماكس والفرق بينه وبين البرو العادي والايفون 11 العادي. بتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، ما تنسوني من لايك والسبسكرايب والشير وتنشروا هيدا الفيديو بين اصحابكم اللي بده يعرف تفاصيل الارقام للايفون 11 الجديد او الثلاث تليفونات ايفون 11 البرو والبرو ماكس، تنشروها بين اصحابكم. بتشكركم كتير للمتابعة، اهلا وسهلا فيكم والى اللقاء.